سيدة ياسمين، أسس اختيار الزوجة وأنت استشارية أسرية وتربوية في هذا الزمن بالتحديد، كيف تكون أسس اختيار الزوجة الصالحة؟ أهم حاجة قلنا الدين ديت أهم حاجة، وبعد كده البيت والأصل والحسب والنسب، وإن يبعد الاغتراب في الزواج. يعني بمعنى ذلك بشوف كتير الأيام ديت بيتزوجهم الأقارب، فطبعا ليه أضرار، يعني إذا كان في الجيل أو في النسل اللي بعد كده، أو في مشاكل تصل إلى قطيعة الرحم. يعني بتيجي لنا بعد استشارات أسرية، يعني ممكن أسر تنفصل بسبب الزيجة. يعني فيفضل إنه يختار يغترب في الزيجة، يعني يختار بعيد عن الأقارب، طبعا ده الأفضل ليه. يعني بيبقى أفضل في الجيل الجديد اللي هو في أسرته وفي أطفاله، لأني طبعا بيحصل مشاكل بعد الزواج بين الأسر، وبسبب كده اللي هو الإنجاب نفسه بيحصل فيه مشاكل. الطفل بيبقى عنده بسبب ارتباط الأقارب بيحصل عنده بعض الأمراض الوراثية، فنفضل الاغتراب في الزيجة. دي واحدة. في حاجة تانية اللي هو طبعا بيختار حسنة المنظر، يعني لأن الله جميل يحب الجمال، فده يعني تكون شخصية مثقفة على اطلاع، تكون مرحة ودودة. طبعا يفضل طبعا لما الزوج بيختار الزوجة اللي على قلنا الحسب والأصل. لأن الولد، يعني احنا لو نتذكر كده سيدنا عمر سئل ما حق الولد، ما حق الولد على أبيه، فقال أهم حاجة اختيار الزوجة اللي هي الأم، وبعد ذلك الاسم وأشياء أخرى. فده حق الولد على أبيه أن يختار الزوجة الصالحة لأنها ستكون أمه، فدي مهمة جدا. يعني طبعا تكون بكر أفضل لأنها أعذب أفواه، يعني فدي نعم. شيء نعم واضح. أو نعم واضح.